الأربعاء. الستات ما يعرفوش يكذبوا. الممثل اللي فرض موهبته أمام عتاولة التمثيل. أنت كنت خايف إنك تيجي معايا؟ طبعاً ده في وسط ثلاثة هضيع خالص. كان بيضحكني البخ دي مش في الورق يعني. كل حاجة ليها حلاوتها. كنت على علاقة جيدة بدليل. عمرك ما تحسي إنها نجمة. كان بيتقال عليك ملك الديسكو. عارفة كمان أه. الستات ما بيعرفوش. عمرهم إحنا الكدابين. أيوه. أجرأ أقرب ألمع. الستات ما يعرفوش يكذبوا. الأربعاء الساعة 3 عصرا على CBC.